فكان تفقه السيدة أم سلمة في موضوع الحجاب سبباً في أن يكون الحجاب ساتراً للبدن كله. يقول الله تعالى في مطلع سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، فكل ما جاء فيها فهو فرض، ومن بين هذه الفرائض الحجاب، لباس فرضه الله عز وجل على بنات المسلمين، فكان سترا وحماية وعزة لهن، عكس ما يروج له المجتمع الغربي. وللحجاب شروط تجعله لباسا شرعيا، منها أن يكون ساترا للبدن لا يصف ولا يشف، وكان لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضل كبير في إتمام هذه الشروط. إنها السيدة هند بنت أبي أمية المخزومية، واشتهرت بأم سلمة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها. دار حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الحجاب، فسألت: كم لدني يا رسول الله؟ قال: شبرا. قالت: إذا تخرج أقدامهن، أي تظهر أقدام النساء. قال: إذا ذراعا. فكان تفقه السيدة أم سلمة في موضوع الحجاب سببا في أن يكون الحجاب ساترا للبدن كله. دافعي عن حجابك مثل السيدة أم سلمة، وتأكدي من تحقيق كل شروطه، لأنه يمثل هويتك. من منكم يذكرنا بباقي الشروط في التعليقات؟ مع السلامة.